من مسائل المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة، على طهارة غسل ليس على طهارة مسح، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين للمغيرة دعهما، لما أراد أن يخلعهما المغيرة قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فلابد أن تلبس الخفان أو الجوربان بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا، فإذا لبس الخفين قبل أن يكتمل وضوءه فإنه لا يصح له أن يمسح على الخفين.